في البداية السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم. اليوم راح نتكلم بلهجة جزائرية، واعذروني كثير يكتبون يقولوا يتحدث بالفصحى بزاف. والله يا إخواني راني أحيانا ما ندريش، حتى نفيق نلقى روحي 10 دقائق نهضر بالفصحى، ولا نحسب في روحي نهضر بالدارجة. على كل حال نحاول نجمع ما بينها، لأنه ربما اللهجات تختلف والناس ما تفهمناش في بلاصة وفي بلاصة يفهمونا وما إلى ذلك. في البداية خليني نحييكم جميعا، نحييكم على ثقتكم، نحييكم على متابعتكم، نحييكم على مراسلاتكم، نحيي حتى جنود الخفاء، فيهم ناس ما نعرفهمش ولكن تواصلوا معي وعرفت مكانتهم وعرفت وزنهم وعرفت الدور الذي يقومون به واستفدنا منهم كثيرا. أمر هذا. أمر ثاني، تأكدوا يقينا أن لا نفكر إلا في صالح البلاد. صدقوني أنا أفكر إلا في صالح البلاد، ولا أطلب منصب ولا أحد. مسؤولين أقعدوا في مناصبكم، ولكن خذوا منا النصيحة فقط. أنا ما نقول لا تبون أرحل ولا تشنقريح أرحل ولا إلى أي كان. اللي وصل للمسؤولية وصل الشعب يتحمل مسؤوليته ويسمع لكل الآراء، لأنه القضية قضية بلد. من يعتقد مهما كانت مسؤوليته أنه في المكان اللي هو فيه أنه رأيه هو القاطع وهو الساطع وهو الحجة، راه يتوهم. التحديات راهي كبيرة يا جماعة، التحديات راهي كبيرة، والجزائر راهي تمر بمرحلة صعبة من كل النواحي داخليا وخارجيا. لذلك عندما نقول بأن المرحلة صعبة، ما هو شرط كلنا نطبلوا، واحد يطبل واحد يزمر واحد يغيط واحد يبكي واحد يعض واحد يعيط، وهي ماشية تكون كل الأصوات موجودة. إذا غيطنا الكل ما رحنا، كاين الناس ما يحبوش الغيطة، وإذا طبلنا الكل كاين الناس ما يحبوش الطبلة، وهكذا نكون كلنا. لأنه الحاكم والمسؤول عندما يشوف، شوف ما كانش ما يصنع الاستبداد عندما يحس المسؤول أن الناس تألم وأن الناس تشوف فيه عبارة عن حجة زمان، وهذا أكبر خطأ. ليس عندما ننتقد بعض السياسات، مانيش جبت حبل وحطيته في رقبة فلان وعلان. الغريبة أنه حملات ممنهجة. أو تخيل واحد يكتب أنور مالك من الخوارج من الإخوان، أنا أنتقدتهم كلهم من الخوارج. في التسعينات كنت أنا في التسعينات كنت نكتب أنا ذاك في، كانت جريدة تصدر في قسنطينة اسمها جريدة العقيدة، كنت أكتب فيها مقالات وكانت أسبوعية، صدرت أعتقد في 89 90، وكنت أكتب فيها. كانوا في ذلك ينتقدونني أنني موالي الطاغوت وموالي أعداء الله وأنني من المرتدين. بعد التحقت من المؤسسة العسكرية صار دمي مطلوب، والآن أنا من الخوارج الذين يحرضون على ولي الأمر. هذا طارح. آخر يقول لك خونة وعملاء أن تحرك فيهم أجهزة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله اللي يعرف، نقولها لكم، توزيع الاتهامات فقط هذه لتضليل الناس وجعلهم في كارثة فقط، حتى ما يفكروا أصلا. فلان خائن وفلان عميل وفلان كذا وكذا، اقعدوا اسمعوا انتم فقط للسلطه. نفس الشيء في عهد بوتفليقه. بوتفليقه انا ذاك كانوا فيهم صحفيين. اذكر انني كنت نطلع في الجزيره وبعض وسائل الاعلام ننتقد في بوتفليقه، فيهم ناس صحفيين كتبوا علي مقالات يسبوا فيا اني ايادي خارجيه وتامر الرئيس عنده انجازات. نفس الصحفيين صاروا في الصفوف الاولى في الحراك الشعبي ويخونوا فيا لما انتقدت في تلك المرحلة بعض الوجوه. معناها البارح أنت تخون فيا لانتقد بوتفليقة، وبعد وليت ثائر ضد عصابة بوتفليقة وتخونني لما نقول يا جماعة هذه راهي غلط، ها هي الاستراتيجية وكذا كذا. المهم هذا ليس موضوعنا، هذه مقدمة فقط حتى ما ننتوه كثير. النقطة الأولى اللي حبيت نتحدث فيها، قلت بأن الجزائر فيها تحديات داخلية وخارجية. أكبر التحدي أن الدولة الآن عندها رئيس غائب. آخر معلومة نشرتها رئاسة الجمهورية كان يوم 30/11، اليوم راهي 11/12، وغدوة مرور عام على انتخابات الرئيس عبد المجيد تبون. مر سنة، ما الذي تحقق في هذه السنة؟ ما هي الإنجازات التي تحققت؟
ما زلنا نتعارك وما زال الجزائريون يتعاركون في شبكات التواصل الاجتماعي، يخونوا في بعض ويسبوا في بعض. لكن على مستوى الدولة ما الذي تحقق؟ الرئيس غائب، مريض، نقلوه في حالة غيبوبة، والادعايات اللي نشرتها رئاسة الجمهورية كلها الريح في الشبك. الرئيس مريض وما زال مريض، وشوف ما زال مريض، هذه مسلم بها. لو كان فيه قدرة على الظهور لا أظهروا، لأنه عليهم ضغط كبير وخاصة في هذه المرحلة. تخيلوا رئاسة الجمهورية وصل بها الحال، صفحتها على الفيسبوك وصل لها الحال أنها ما لقت ما تخدم. رجعت البارح اليوم عاودت بارتاجات واحد المقطع فيها كلمة الرئيس اللي تحدث فيها عن المهرولين، عن المهرولين نحو التطبيع. يعني خلاص رئاسة الجمهورية لا مستشارين يعملون ولا إدارات تعمل، رجعت لي فقط بارتاجي لي. أروح أنك ولا كما الصفحات نتاع الناس العاديين كل يوم تظهر له الحاجة اللي نشرها العام اللي فات يعاود يبارتاجي. يعني وصل حال في هذه المرحلة، راهي مرحلة صعبة، قلنا فيها تحديات داخلية، الوضع الاجتماعي يا جماعة سيء، الفقر راهو بلغ درجات خطيرة، البطالة، كورونا ضربت الاقتصاد الجزائري. ما تقولوا بأن الوضع على ما يرامها، ما عندناش وما يخصناش، وملك الشعارات هذيك نتاع القهاوي، ما عندكش كون غدوة ما تلقاش باش تخلص البورتابل نتاعك، لابونمون نتاع البورتابل نتاعك درك تهبل أصل لأن الإنترنت ما عندكش، ظل تجري من قهوة القهوة كيفاش تكون. خلونا شوية نكون شوي واقعيين، ما هلكتنا إلا اللاواقعية، ما هلكتنا إلا العنطريات. الشخصية الجزائرية صارت معروفة بالعنطريات، نحن أحفاد وأبناء مجاهدين خرج من ثورة أذهلت العالم، مما جعل الشخصية الجزائرية دائما فيها العنطريات. لا، في أمور الاستراتيجيات ومستقبل البلد العنطريات خليها للعوام، خلي يتعنطر العامي على صفحته حر، لكن الدولة يجب أن تفكر بعمق. وين وصلنا؟ قلنا أن الرئيس غائب، ما زال مريض، ما كانش عليه حتى أخبار، قالوا لوترونت اكتوبر، قالوا راح يجي، لا نوفمبر، قالوا راح يعود في الايام القادمه. الان راهو ما ظهرش. جات بعض المعلومات وراح نقولها ولكن لا اجزم بها، قالوا هذه واحد ثلاث مصادر ولكن هناك مش مضبوطه بالضبط، ولكن اقولها قد تظهر صحيحه او قد يظهر من يؤكدها لنا، انه الرئيس رجع وراه في إقامة من إقامات الدولة وما حبيش يتحدثوا عليه حتى يتعافى ويظهر. هذه معلومة وصل، أنا من لا أؤكدها ولا أنفيها على فكرة. فيه معلومة أخرى أنه ما زال موجود في ألمانيا وما زال في وضع فيه تحسن ليس على ما يرام، ولكن المحنة اللي مر عليها هلكته. وأنا عندي صديق أصيب بكورونا ولما رجع تعافى إلى حد ما كلمته، صور هذه عبارة عن غول حقيقي، قال يا الإنسان كأنه في البرزخ، يعيش الخلايا نتاعو يحس فيهم أنهم ناشفين، السيروم ما يمشيش في الدم نتاعو، التغذية نتاعو صارت الأكل ما عنده حاسة ذوق ولا حاسة شم. وصورها لي واحد التصوير، رغم أن هذا الشخص مثلا لم تكن لديه أمراض مزمنة. كيف حال الرئيس؟ إذا حسب المعلومات التي أملكها، وأنا لست جهة رسمية يا جماعة، بعض الناس يقول تعطيني في معلومات، أنا من نهار اللي بدأت الموضوع هذا والناس تقول غدوة يروح، أنا لم أقل لكم يوما أن الرئيس عاد، قلت لكم يوما أنه خرج من الغيبوبة، وبعد خرج رو بدا حتى كلام، وبعد قلت لكم أن نرجعوا له الأجهزة التنفس ولكن مش دائما. المعلومات الآن قلت لكم هذه وصلت من ثلاث مصادر لا أؤكدها ولا أنفيها، وأيضا أن هناك من يقول أنه ما زال في ألمانيا في مركز لإعادة التأهيل التنفسي والتأهيل العضلي، لأن العضلات نتاعو جفوا، راهو قال جلد على العظام ما يقدروش يظهروه، لذلك راهم يستنوا حتى يتعافى ويعود له عفوا قلت يعود له وعيه، يعود له وضعه ويشوفوا كيفاش راح يكون. هذا ما عندي المعلومات. قضية بعض الإشاعات أنه توفي عفوا
الإشاعات اللي تحدث أنه كاين بعض يتحدث توفي، ما أنا من خلال ما أعرف أنه ما كانش منها، والله أعلم. إذا الرئيس غايب، هذه المرحلة ماذا حدث فيها؟ قلنا الوضع الداخلي سيء، الوضع الخارجي، نكمل شوي نقطة في الوضع الداخلي، ما الذي تغير ونحن بعد مرور سنة؟ لم يتغير شيء على المستوى السياسي، البرلمان ما زال تاع بوتفليقة، مجلس الأمة ما زال تاع بوتفليقة، المؤسسات ما زالوا كما راه، السفارات فيها شوي تغييرات شكلية ولكن داخلها والقنصليات ما زالوا تاع بوتفليقة، ما زلنا في نفس الوضع، الرئيس بحد ذاته تبون راه مريض على طريقة بوتفليقة، رئاسة الجمهورية تتناول في مرض الرئيس عن طريق على طريقة بوتفليقة. ما الذي تغير ونحن بعد مرور سنة؟ لا حاجة وحيدة، جائحة كورونا. ما هي الإنجازات التي الإنجاز الوحيد اللي قالوا راه درناه هو الدستور، الدستور واش اللي فوطاو عليه؟ فوطاو عليه بنعم 3 ملايين. وين هي وين هي وين هي الشعبية؟ وين هي الإجماع الجزائري على هذا الدستور؟ ما كانش. أسوأ دستور أسرع كون راح داروا بمرسوم رئاسي وفوتوا على الغرفتين تاع البرلمان بدون استفسار راح تكون عنده مصداقية أحسن ما هو عليه. الآن الدستور راه معلق ينتظر عودة الرئيس باش يوقع عليه هو اللي ساري المفعول. ما لم يتحقق شيء، الجزائر غرقت في الفقر، العملة انهارت، وراني نتابع يوميا أسعار العملة الصعبة كيف ماشية وتتصاعد، الدينار ينهار، الوضع الاجتماعي راهو في أسوأ أحواله، هذا على المستوى الداخلي، الوضع الاجتماعي يهدد بالانفجار لولا جائحة كورونا. أجزم لكم لولا تخوفات الناس من جائحة كورونا أنه رايح تكون هناك ربما نصل إلى ثورة جياع في الجزائر. روحوا شوفوا الدولة العميقة اليوم، نشوف صور نتاع أولاد حفاة يروحوا يقراوا في الغرق وكذا وكذا، والله العظيم أمر يزعزع. في جزائر اللي تعتبر من أغنى الدول في عهد بوتفليقة أكثر من 1000 مليار دخلوا الخزينة العمومية، هناك من يتحدث عن 1500 مليار لأن ما حسبناش الغاز، لأن يومنا هذا ولا يوم أعطونا أرقام اللي تتحدث عن مداخيل الجزائر من الغاز، دائما من النفط وخلاص البترول والغاز ما يتحدثوش عليه. 1000 مليار ولا 1500 مليار راهي دولار تعيد بناء قارة إفريقيا وليس الجزائر فقط، ولكن للأسف نهبوها. لماذا نهبوها وسرقوها؟ الأمر أبعد، هذه اللي نهبتها راهي دول، الأشخاص هذا راهم شوف الأشخاص باش نقولها لكم، ويحيى وحداد ومش نعرف واش، هذوما مهما نهبوا 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 ما يلحقوش 10 مليار دولار، وين راحت الأخرى؟ الأخرى نهبتها دول في مشاريع منها فرنسا ومنها دول أخرى عن طريق صفقات، وهذا ما حبوش يتحدثوا عليه. لو كانت هذه الدولة تكافح الفساد أيضا، افتحي أيتها الدولة ملفات الصفقات، الصفقات التي أجريت لصالح مؤسسات تاع دول، وهنا يحدث الحساب وتستطيع طلب الدول هذه بالتعويضات لأنه أجريت بطرق غير قانونية، وتقدروا تصادروا هذه الممتلكات نتاع هذه الشركات اللي موجودة في الجزائر، ولكن لم يفعلوها لأنهم خايفين، خايفين على علاقاتهم مع هذه الدول، لأنهم يدركون أن شرعيتهم ليست متكاملة، لأن هناك ليس هناك إجماع شعبي. شوف نقولها لكم حاجة، الحاكم لما يكون الشعب كله معاه والله ما يخاف من واحد، ولكن عندما يكون صفو الداخلي هش راني راه يوصل حالة لا يمكن تصورها من السوء. لذلك دائما نقول لكم، أنا مؤخرا نشرت فيديو تحدثت عن أمر، قلت بأنه الجيش يراهن على جبهة داخلية هشة وتحاملوا كيف وتسب، أنا ما أسب الجزائريين، الناس راهي ما زالت تحرق، الناس تدير في لاشان على السفارات رغم أنها كورونا، هنا اللي كنت تشوفوا الجزائريين اللي موجودين في اليونان اللي حرقوا على طريق تركيا، حتى دار التركية أوقفت الفيزا الإلكترونية على الجزائريين بسبب أنهم يروحوا هناك ويحرقوا لليونان. اللي هنا روح نهبط البرباس ونهبط الغير وتشوف الجزائريين في احوالهم الحراقه اللي موجودين هنا، انت تجي تقول لي هذا الامر وتقول لي راهي الجبهه الداخليه قوي. نعم الجزائري عندما يشوف وطنه رايح يتمس راح يولي يتحول الى اسد، ولكن عندما يكون مريض والله مستحيل راح يدير شيء، معنويات الناس منهاره. لذلك انه ما تراه اللي بلغة الخشب والشعارات عندما نقرأ مثلا افتتاحية مجلة الجيش ولا ما يقوله بعض المسؤولين، يا جماعة هذا الكلام راه ما عادش يوكل الخبز،
رانا في زمن التواصل الاجتماعي، كل مسؤول يتحدث للجزائريين يروح يفتح في الصفحة في الفيسبوك فقط ويحط خطاباته ويروح يقرأ الجزائريين واش يقولوا له. أكيد فيه ذباب إلكتروني حقيقة، ولكن هناك ناس بصورهم أراهم تشوفوا كيفاش يعبروا عن المأساة الجزائرية. نحن رانا في مرحلة صعبة يا جماعة، الدبلوماسية الجزائرية في الحاضر، وزارة الخارجية ما عندهاش صفحة على الفيسبوك، وزير الخارجية عنده صفحة في تويتر، ولكن أنا لا بحثت إلا إذا كان ما وصلت لهاش، لم أجد وزارة الخارجية عندها صفحة في الفيسبوك. أنا الدبلوماسيين والسفراء والله العظيم كون تشوفوا واش راهم يديروا، والله العظيم كان من المفروض يلموهم كامل في كل، يلموهم ينزلوهم في المطار ويديروا لهم سيلون ثم، كل من ينزل في المطار يطيشوه في السيلون. إنها باستغلال ثروات الجزائر، المرته تحفف على حساب القنصلية، ومرته تحفف على حساب، وبنته تتحرك بسيارتها على حساب الجازوال على حساب السفارة، وعايشين على ظهر ويبنوا في المشاريع وكذا وكذا وكذا، ولكن والله لا يوجد من يعمل من أجل صناعة لوبيهات لصالح الجزائر. الآن المغرب المخزن المغربي يعادي الجزائر ويعمل ضد الجزائر ويعمل في كل المحافل ويصرف الأموال من أجل ضرب مصالح الجزائر. هذه حقيقة ما يجي ننكروها، مثل ما أن الجزائر تعادي المغرب، بينهم صراع عداوة كلاسيكية كما قالها شنقريحة، ولا عداوة تقليدية معروفة بدأت منذ الستينات. شوفوا وين وصل، المغرب راه يعمل على جبهات متعددة لضرب مصالح الجزائر، لكن كيف تقابل الجزائر هذه الأوضاع؟ تقابلها بأسلوب تقليدي. نحن في زمن يا جماعة، مشنا في زمن عدم الانحياز، اللي انت على الجزائر لا تتدخل في شؤون الدول، والجزائر تخلي الشعب، من هو اللي ما يتدخلش؟ والله إذا لم تتدخل في شؤون الآخرين سيتدخلون عنك. لذلك الجزائر مشكلتها وين؟ عندها دبلوماسية ليست في المستوى المطلوب، عندها سفارات، السفراء من المفروض في كل بلاد يحاولوا يصنعوا لوبيهات. أنت عندك مؤسسات إعلامية كبرى في البلد، تعمل لهم كل شهر حفلة، تعرض الإعلاميين، تعمل ندوة، تعرض الإعلاميين من أجل يسوقوا للرؤية الجزائرية. هم لا، حتى أول نوفمبر يعرضوا غير السكرجية والرقصات وكل اللي يجيبوا لهم، أعفوا لساني عن ذكر الباقي، لأنه شيء مقرف وشيء مؤسف. في حين لو ترى خصوم الجزائر كيف يعملون، رغم أنهم على باطل ويحولوا باطلهم إلى حق في وجوه الآخرين. الآن رانا وصلنا إلى مرحلة المغرب طبع مع إسرائيل، راح يطبع معها دبلوماسيا، يكون هناك سفارات، تكون سفارة في الرباط وسفارة مغربية في تل أبيب، وربما تصبح حتى قنصلية عند، تفتح إسرائيل قنصلية في العيون ولا في الداخلة ولا حتى في على حدود الجزائر في طنجة. إسرائيل رايح تولي على حدود الجزائر، رغم أنها كانت موجودة من قبل، هذا راهو فقط شأن دبلوماسي بصفة رسمية. المغرب عنده علاقات رهيبة مع إسرائيل، علاقات استخباراتية، علاقات دبلوماسية غير معلنة، اقتصادية، عسكرية، هي المغاربة، اللوبي المغربي اللي موجود في إسرائيل، هي المغاربة الإسرائيليين من أصل مغربي لا حساب، ويخدموا في مصالح المغرب في إطار هذه الشراكة الموجودة بين الطرفين. الآن وصلوا إلى التطبيع، مقابل ماذا؟ مقابل الصحراء الغربية. أولا المغرب مد التطبيع، طبع ورما، خلينا من الكلام هذا، وراه اتصل محمد السادس بالرئيس بمحمود عباس وقالوا لنا نتخلى عن قضية فلسطين، هذا كلام فقط لتخدير الجماهير فقط، لتخدير الجماهير فقط وليس كلام منطقي. هو أولا لو شوفوا قضية المغرب والصحراء الغربية، في بداية الأمر أولاً ما دفعش عليها خلاص لما كانت محتلة إسبانيا، بل أنه كان الملك الحسن الثاني يشيد بإسبانيا وهي اللي تحتل الصحراء. بعدها لما حرروها رجالها بالكفاح وخرجت منها إسبانيا، راح غزاها وتقاسمها مع موريتانيا، هذه اللي يقول راهي وحدة وحدة ترابية، هاك رحت تقاسمتها مع موريتانيا، فيه دولة عندها عزة وكرامة تتقاسم أرضها مع دولة أخرى؟
الآن سميها لي الوحدة الترابية، بعد ما رجعتها لك رجعتها تخلت عليها موريتانيا بضغط جزائري، بل أن الحسن الثاني عرض على الرئيس هواري بومدين رحمه الله، عرض عليه أنه يتقاسمها معاه ورفض هواري بومدين. إذا إذا كان أرضك لماذا تقسمتها مع موريتانيا؟ وإذا كانت أرضك وتشوف وعندك سيادة عليها لماذا عرضتها تتقسمها مع الجزائر؟ وإذا كان أرضك لماذا تبيع قضية فلسطين مقابل أنه يعترفوا لك بسيادة على هذه الأرض اللي تقول هي أرضك؟ بل أنه حتى صحيفة كتبت في أمريكا أظن قالت الاحتلال مقابل الاحتلال، وهناك من يتحدث عن الأرض مقابل الأرض، يعني أن المغرب منح الأرض إلى إسرائيل وإسرائيل منحت الأرض اللي مش ملكه مثل ما هو الآخر منحت له الأرض اللي هي المغرب. ترى أولا من حيث المبدأ المغرب دولة هي حرة تطبع ما تريد، أنا هذا هو المنطق الذي تعامل معه، تعاملت بهذا المنطق مع قضية من الإمارات ومع أي دولة تطبع، أي دولة تطبع، لأنني لست ابن في تلك البلد، لست مغربي، المغرب عندها شعبها وعندها مغاربة هم أحرار، لكن لما يتعلق الأمر بالأمن القومي نتاع بلدي في الجزائر هنا يكون عندنا كلام آخر. إذن المغرب حر في تطبيعه، ولكن عندما يتعلق الأمر بشعب مضطهد، الشعب هذا راه موجود ود في الأراضي الجزائرية منذ 76 وهو لاجئ، صاروا أحفاد ولدوا هناك كبروا وتزوجوا بأولادهم. إذن الإشكالية هي هنا، أن هنا لا عدل أنك تبيع قضية من أجل أنك تكسب قضية أخرى ليست قضيتك، هذا هنا يجب أن نقول لا. نتكلم الآن فيما يخص تداعيات هذا الأمر على الجزائر، هذا اللي يهمني، أنه هو يطبع ولا يدخل الصهاينة إلى أرضه ولا هو حر أرضه، المهم لا يتجاوز حدود الجزائر. لكن أنا قبل ما نتكلم على تداعياته على الجزائر نتكلم عن المواقف. شوفوا النفاق، نذكر جيدا أنه لما طبعت الإمارات والبحرين في ذلك الوقت تكلمت قلت لكم أنني لن أخون، لأنه التخوين التطبيع هي درجة، يعني درجة ثانية من العلاقات، لأنه تبدأ بالاعتراف، والتطبيع وش معناها؟ هي عودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، معناها أنها في وضع غير طبيعي تعود إلى وضعها الطبيعي، هي قضية الاعترافات. أنا أقول لكم كل الدول العربية والإسلامية معترفة بإسرائيل، خلينا من الشعارات وننسفها وكذا وكذا الكلام الفارغ، معترفة بإسرائيل، كلها تتكلم عن دولة في دولة فلسطينية في حدود 67 في إطار حل الدولتين، معناها دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية، إذا أنت تعترف بشرعية ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، معناها تعترف بوجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية. المبادرة العربية التي قدمتها السعودية في 2002 في قمة بيروت تتحدث عن هذا الأمر، الجزائر التي ترفع الشعارات البعض يقول لك راهي الجزائر لا تؤمن بوجود إسرائيل، الجزائر تعترف بإسرائيل. بقيت قضية العلاقات، الجزائر رافضة العلاقات، أنها لا تقدم على العلاقات إلا إذا أخذ حسب المبادرة العربية أنه لا يمكن أن تكون هناك علاقات ما بين الدول العربية وإسرائيل إلا بعد بناء الدولة الفلسطينية وأخذ الفلسطينيين لحقوقهم من حق العودة وغيره وغيره وغيره. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. شوفوا المواقف، مثلا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هذا اتحاد أكثر إخواني اللي كان يترأسه الدكتور يوسف القرار وغرك يترأسه الرويسي وش اسمه هذا اللي المغرب. شوف لما طبعت الإمارات قالوا بيان اتهموا فيه الإمارات بالخيانة العظمى، حين لكن عندما طبع المغرب وماش قالوا المغرب أنه التطبيع تطبيع المغرب لا يتناسب مع مكانته، مكانة المغرب التطبيع لا يتناسب مع مكانة المغرب. وين هي الخيانة العظمى؟ لماذا ماشي خيانة العظمى؟ رغم أن هذه أسوأ من تاع الإمارات، الإمارات مدت حتى أرض عندها الجزر نتاعها محتل، في حين المغرب راه شرعا في احتلال للصحراء الغربية وأيضا تاجر بالقضية الفلسطينية، والملك محمد السادس ترأس لجنة القدس. علاش لهنا ماشي خيانة عظمى؟ لماذا؟ لماذا يا اتحاد العلماء المسلمين؟ لماذا أقمتم الدنيا ولم تقعدوه؟
وفي ذلك الوقت على الإمارات، وفي ذلك الوقت قلت لهم لا تبالغوا، قد تأتي دول أخرى وتجد أنفسكم في موقف محرج. لذلك أنا أقول أن الدولة دولة راح طبعت هي حرة، ما عدا أن الجزائر عندما تطبع الجزائر سيكون لي موقف من حقي سواء أرفض أو أقبل، هذا شيء يخصني أنا جزائري، ومن حقي أقول لا، ومن حقي أعمل أي شيء ضد هذا التطبيع، ولكن مانيش إماراتي ولاني مغربي ولا شيء، هذا أمر يخصهم هما. ولكن قلت لهم التخويل، لأنه إذا كان خولتم الإمارات لازم تخولوا تركيا، عندها علاقات. ما تقول ليش أول دولة مسلمة اعترفت بإسرائيل باحتلال الإسرائيلي هي تركيا في عام 48 في البداية، ما تقولوا ليش راهو بكري كانوا حكامها آخرين وأتاتورك وكذا وكذا، أو أتاتوركية، والآن جاء أردوغان هو رئيس الوزراء، كان وزير أول زار إسرائيل ووضع إكليل من الزهور على قبر هرتزل. ولكن تركيا في حد ذاتها، تركيا في حد ذاتها خونت الإمارات، وشفتوا التصريحات التي أطلقت ضد الإمارات لأنهم عندهم مشاكل مع بعض، في حين مباركة تطبيع المغرب المهم أنه وزير الخارجية التركي أوغلو اتصل بنظيره المغربي وقالوا بأنه هذا الأمر المهم ما يكونش على حساب فلسطين. شوف التناقض. لماذا في الأول مثلا اتحاد العلماء المسلمين، اتحاد العلماء المسلمين خون الإمارات لأن الإمارات تعادي الإخوان، وهذا التنظيم محسوب على الإخوان وأبرز قادته كلها من الإخوان المسلمين، فلذلك اعتبروها الاتفاق أو تطبيع الإمارات اعتبروه خيانة عظمى، في حين المغرب لا تخوين، بل وهي هاشتاجات التطبيع خيانة. وينهم الهاشتاجات هذا؟ ما شفنا هاشتاجات، ما شفنا تقارير ومحللين وكذا، بل أن قناة الجزيرة القطرية عندما تحدثت عن هذه الصفقة جابت البارحة فقط نشوفها في الجزيرة، جابت البارحة واحد مغربي يدافع عن الأطروحة المغربية، من المفروض مهنيا وأنت قناة الرأي والرأي الأخ تجيبي واحد من البوليزاريو أو على الأقل واحد جزائري. لا، ما جابت، جابت مغربي فقط دقائق وهو يبث في الرؤية المغربية ويدافع عن التطبيع ويدافع عن أشياء أخرى. لم يتوقف الأمر عن هذا فقط، على تركيا واتحاد العلماء، حماس، حركة المقاومة حماس التي هي حطت نفسها هي أم المقاومة وهي أساس المقاومة وهي كل شيء. شوفوا، خونت الإمارات واعتبرت أن ما قامت به الإمارات طعنة غادرة لنضالات الشعب الفلسطيني، هذا مع الإمارات، في حين مع المغرب قالت خطيئة سياسية، رغم أنه التطبيع نفسه زاد لها المغرب أنه يحاول شرعا احتلاله إلى دولة أخرى، بل أن الإمارات سلام مقابل سلام قالوا هكذا، وهذه أرض مقابل أرض أو احتلال مقابل احتلال أو سلام مقابل أرض، تمنح للمغرب الأرض هذه وليس إلى إسرائيل. إذن شوفوا الإشكالية، لماذا حماس هنا ما تعتبرش المغرب أنه وجه طعنة غادرة للقضية الفلسطينية؟ لماذا؟ لأن الحكومة إخوانية، لأن الحكومة متابعة جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين المغاربة لديها علاقات مع تركيا ولديها علاقات مع قطر ولديها علاقات مع حماس، لذلك لا يمكن أبدا أن تخون المغرب الذي أعلن التطبيع وحكومته من الإخوان المسلمين، لذلك اعتبرتها خطيئة سياسية، سياسية ولا هي عقائدية ولا هي شيء، اعتبرتها خطيئة سياسية، والخطيئة السياسية طبعا لا تحاسب عليها لا ولا تخون عليها، في حين الإمارات وجهت طعنة، رغم أن الإمارات حتى هي قالت بأنني طبعت من أجل إيقاف الاستيطان، وهذا طبع التصل أخر قالوا أننا نتخلى عن قضية فلسطين. وين هي وين هو علاش الكيل بمكيالي؟ إخوان مصر، نرجعوا هضرنا على الإخوان، إخوان مصر، وهنا يا جماعة أنا لا أتحامل على الإخوان ولا أتحامل على أحد، أنا أصور ما هو يحدث على أرض الواقع، وأنت لك عقل تحب تحكم كما تريد. إخوان مصر، الإمارات خيانة وسقوط في مستنقع مشؤوم، هكذا بيان، في حين لا تعليق على المغرب، لهذه اللحظة اللي أتحدث فيها لم أعثر على أي تعليق،
لماذا لم تعلن؟ لماذا لم أمسوا؟ هذه أيضا راهي خيانة وسقوط في مستنقع مشكوك. تطبيع مع من؟ مع إسرائيل؟ مع إسرائيل؟ أنتم تقولون بأنكم تعادون إسرائيل، ومن يطبع مع إسرائيل راه قد خان الفلسطينية، القضية الفلسطينية. علاش تبررون؟ تبررون للمغرب ما يعني رفع الحرج أو عدم السكوت عليه، وتبررون إلى تركيا علاقاتها، وتبررون إلى قطر علاقاتها، في حين أطراف أخرى تتطبع. هذا هو بل تخيلوا لو كان أنا السعودية اللي دعت طبع، لا أصدر فتاوى بتكفيرهم، وأنا أجزم لك لطلعوا لنا الدكتور يوسف القرضاوي وغيره في الجزيرة يكفر، وربما يفتي بقتل محمد بن سلمان أو غيره، كما أفتى بقتل القذافي من قبل. في حين أن المغرب لا شيء، شعب صحراوي، شعب مضطهد، تعرض إلى تنكيل، ما يتكلموش، وهم يقول لك رانا ندافع عن الحقوق والحريات، ندافع عن الشعوب. لو كان الإخوان، لو كانوا الصحراويين حاكمهم، لو كان جبهة البوليزاريو جبهة إخوانية، لكان خطاب واحد آخر. علاش الكيل بالمكيالين هذه؟ إخوان المغرب لما طبعت الإمارات، طلع وزير الخارجية ورئيس الحكومة قال نحن نرفض التطبيع، وموجود الفيديو. نعم موجود الفيديو، خليني نسمعه لكم. وش قال؟ أيضا كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو دفع له وتحفيز له كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والالتفاف على تلك الحقوق اللي هي على كل حال. هذا لما طبعت الإمارات نرفض التطبيع، أين تعليقهم على تطبيع البلد التي هم الحكومة نتاعهم، رئيس الحكومة منهم؟ لماذا لو كان هذا رئيس الحكومة عنده مبادئ، قال بارحة قال أرفض التطبيع، وإخوان المغرب خونوا الإمارات، اليوم طبعت المغرب، لو كان عنده مبادئ أول حاجة يستقيل، والله يستقيل سأحترمه، لكن لأن الأمر فيه صفقة، صفقة على حساب الصحراء الغربية، لذلك معليش يجوز، يجوز أكل لحم الخنزير من أجل مصالح تخصني، ولا من أجل أن أشفى من مرض ما أو شيء، أو أحقق مكسب ما. للأسف الشديد مثلا جدنا المؤتمر القومي الإسلامي في المغرب قال بأن الإمارات والبحرين، تطبيع الإمارات والبحرين خيانة عظمى، خيانة عظمى، ولا تعليق من هذا المؤتمر حول قضية تطبيع المغرب. خلاص أنتم من المفروض عندكم مبادئ، من المفروض تقولوا هذه الأشياء رانا نرفضها، أنا خونت الإمارات، ما دام أنا خونت من المفروض نخون المغرب أيضا. أنا لم أخون، نتكلمش على نفسي، نتكلم على الناس اللي خون. ما دام أن الإمارات طبعت خيانة عظمى، إذن أن المغرب أيضا خيانة عظمى، وش هو الفرق؟ معناها أن هذه الدولة عندما ترتكب خطيئة في مكان ما، حلال وزواج على سنة الله ورسوله، وكي تديروا دولة أخرى معناها زنا وحرام وكذا وكذا، وعلاقة غير مشروعة ويقام عليها الحد، أم كيف؟ هذه معايير فاسدة. أيضا المهم، هذه الإشكالية والراهي، هذه الإشكالية والراهي، هذا هو اللي قاعد يخدم في التطبيع. لذلك أنا قلت لكم منذ فترة أن الناس الذين شنوا حملات على الإمارات راهم مشكلتهم ليس التطبيع في حد ذاته، أي مشكلتهم حسابات أخرى. عندما يكون هذا الطرف عنده علاقة معهم جيدة يطبع، ما يطبعش إذا كفر ننتقدك لك على نظر، هذا لا يليق بيك. وعندما يكون هذا خصمي استراتيجي في أشياء أخرى، هنا يدير حاجة فقط يعكس، نقول لهم راهو زرع كورونا، والاخر كي يعطس نقول له يرحمك الله، ولكن من المفروض تنقص شوي الصوت، راك ازعجت. ماشي هكذا. على كل حال انا احنا جبنا هذه امثله فقط باش نوري لكم بان القضايا قضايا مصالح، لانهم هذوما اللي عندهم يدركون تماما ان تحقيق كثير من المصالح يمر عبر تل ابيب،
واللوبيهات الإسرائيلية في الدول الغربية لديها نفوذها، ومن أراد أن يحقق الكثير من المصالح يجب أن يمر على بوابة تل أبيب. لذلك الدول التي تواليهم يرضوا لها تمر على تل أبيب وتحقق مصالح باش تكون قوة مؤثرة وتحصل لهم على مصالحهم وتدافع عليهم. أما الدول التي تعاديهم ما يحبوش تمر على تل أبيب حتى تبقى ضعيفة وتتكالب عليها الدول باش ما يبقوا يتهنوا منها ويخلوهم يأكلوا بعض. لذلك القضية ليست قضية مبدأ. لذلك إخواني الكرام أنا أقول لكم أن هذه الصفقة ماذا فيها؟ الصفقة ليس فيها قضية سفارات يا جماعة. المغرب لو كان قضيته يدرك تماما أن المغرب لو كان يريد تحقيق مكاسب طويلة المدى ما كانش هذه الصفقة يعطيها لترامب اللي ما زالوا له أيامات يغادر البيت الأبيض. من المفروض يخليها يخبيها حتى يعطيها ورقة للرئيس الجديد، شيء مقابل شيء. يدرك تماما أن الرئيس الجديد الأمريكي الجديد لا يمكن أن يعطيه هذه الصفقة، لا يمكن، لا يمكن أبدا. أن أمريكا اللي عندها 30 سنة وهي تدعم خيار استفتاء تقرير المصير والموقف، تدعم الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية، أنها تتخذ مثل هذا القرار. وشفنا المستشار السابق للأمن القومي كيف انتقد إدارة ترامب، سيناتور كيفاش انتقد، وهناك انتقادات وجهت لإدارة ترامب. كما أن هذا القرار الذي أصدره ترامب رأوا لا يساوي الحبر الذي كتب له، لأنه لم ليست معاهدة ولا اتفاقية مرت على الكونغرس، هو قرار أمضاه قادر يجي بايدن يقطعها ويرميها، ما لا ليس له قيمة. ولكن المغرب أراد أن يحقق أي شيء، فقط نصر معنوي عن طريق إدارة ترامب. يدرك تماما أن ترامب يتطلع إلى تحقيق كثير من المكاسب وبعد ذلك يعود، لأنه ترامب يفكر أنه بعد 4 سنين يترشح، يجينا عمره 80 سنة يترشح. على كل حال إذن المغرب سابق الزمن، فقط سابق الزمن، أراد أن يحقق المكسب. شاف إدارة ترامب تتطلع أنها مستعدة تعمل أي شيء، قال لي خلاص تعترف لي على سيادتي على الصحراء الغربية، أنا نطبع مع إسرائيل، نكون دولة جديدة طبعت مع إسرائيل وانتهى الموضوع. هذه الحكاية. هذا أما بعدين يبقى الأمر عند الرئيس الجديد. أنا أقولها لكم، الرئيس الجديد لن يمضي بعيدا أكثر مما ما يمشيش فيه بعيد، راح يخليه، لأن أولويته ليس الصحراء الغربية، عنده ملفات ذات أهمية أكبر، ملف إيران، ملفات سوريا، النفوذ الإيراني في المنطقة، كاين ملفات قوية، ملف إسرائيل راهي حققت كثير من المكاسب في عهد إدارة ترامب، راح تكتفي تجتر هذه المكاسب، ستحدث على مستوى إسرائيل أصل تغييرات، راح تغادر حكومة غادر نتنياهو المشهد، ربما يوصل حتى إلى متابعات قضائية وعليه ملفات وكذا كذا، يلقى نفسه في السجن بتهم الفساد وغيرهم، ولكن راح المكاسب اللي حققوها هذيك يحاولوا يحافظوا عليها مدة من الزمن. أما المغرب الآن هو لما فاوض ما فاوضش فقط على جانب اعترف لي، هو يدرك أن هذا الاعتراف لا يضيف شيء ما دامت القضية ما زالت عند الأمم المتحدة وكقضية تصفية استعمار، وعندها مسار مدعمته كثير من الدول، لروسيا كثير من الدول تدعم مسار الأمم المتحدة لحل هذا النزاع في إطار تقرير المصير، في استفتاء تقرير المصير، سواء يأتي هذا الاستفتاء بنتيجة لصالح المغرب أو ضد المغرب، هذه أشياء تظهر بعد الاستفتاء، ولكن المغرب لا يريد الذهاب إلى هذا الاستفتاء. لذلك أقول لكم الاتفاق الذي تلقاه المغرب تلقاه هي وعود من طرف إسرائيل بدعم المغرب لما يكون أمريكا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. أوكي، ماذا ستمثل إذن جبهة البوليزاريو أو الجيش الصحراوي أو الجناح المسلح لجبهة البوليزاريو؟ ماذا يعتبر إذا حمل السلاح ضد هذه الدولة التي لديها سيادة الأرض؟ إما يعتبروها متمردين أو يعتبروهم جماعات إرهابية، والمخطط القائم هو إدراجه في قائمة الإرهاب، إدراجه في قائمة الإرهاب. وترامب أعطاهم وعود أنه في حالة إذا لم يتم هذا الأمر في عهد بايدن، إذا رجعوا الجمهوريون رجعوا الحزب رجع الحزب الجمهوري إلى الحكم أو رجع ترامب نفسه إلى الحكم المرة الجاية في انتخابات الجاية سيحقق لهم هذا المكسب.
لذلك سيجري العمل على إدراج البوليزاريو جناح المسلح في قائمة الإرهاب. نعم، هذا هو المخطط الآن. لو يحدث هذا، الجزائر ستكون في ورطة كبيرة، لأن المغرب عنده سنين وهو يحاول أن يلصق تهمة الإرهاب بالبوليزاريو، وكل التقارير الدولية تحدثت بأن البوليزاريو ليس لها علاقة. حتى قضية أمير موسوي المستشار المستشار الثقافي في السفارة الجزائرية، وأنا كنت أول من أسس حملة لطرد أمير موسوي بسبب ما يقوم به من نشاطات لصالح الولي الفقيه في الجزائر، ينشر في التشيع وينشر ويعمل في شبكات وكذا وكذا وكذا، عملت عليه حملة حتى طرد بطريقة مقننة، الناس كل تعرفها. المغرب كان يتابع عن كثر، شاف حملات وحملات وحملات. والغريبة أنه أذكر أنه أحد الحملات اللي شنيناها على أمير موسى ونطالبه بطرده، مواقع مغربية دعمت هذه الحملة ونشرتها. في ذلك الوقت قلت لبعض الأصدقاء، قلت لهم هذه ليست بريئة، أي جاي شيء ما سيقوم به المغرب فيما يخص أمير موسى. بعد ذلك المغرب يفجر قضية أنه أمير موسى نقل الأسلحة من لبنان إلى البوليزاريو. في ذلك الوقت كان ترامب في عز الغضب تبعه على إيران، لذلك أرادوا أن يلحقوا شبهة الإرهاب، معناها أن جبهة البوليزاريو مرتبطة بحزب الله. للأسف بعض القياديين في البوليزاريو أصدروا في ذلك تصريحات تدافع عن حزب الله، وكانت غلطة من المفروض لا تكون، فهذا جبلهم شبهات كثيرة. أنا أدرك تماما أن أمير موسوي لا ذهب للبوليزاريو ولا حاول يخترق البوليزاريو ولا شيء، هم استغلوا حملة فقط ضد هذا الشخص، واستغلوها حتى يقولوا بأن السفارة الإيرانية تعترف بالبوليزاريو، أن إيران راهي تدعم عن طريق حزب الله، راهو يدعم في السلاح من أجل جلب أمريكا إلى هذا النزاع في إطار الحرب على الإرهاب. لذلك لو أن أمريكا مثلا تدرج الجناح السياسي أو الجناح العسكري عفوا للبوليزاريو كمنظمة إرهابية، هنا صعب. حزب الله أدرج من قبل، عنده بعض الدول أدرجت جناح حزب الله جناح العسكري كمنظمة إرهابية، وأدرجت أمريكا أدرجته كمنظمة إرهابية، ولكن لم تقوم شيء تجاهه لأنها تدرك علاقته مع إيران. لكن لو تفعلها مع البوليزاريو، البوليزاريو في ظل أن وجود دولة تحاربها هي المغرب، هنا الفرق، هنا يكون فرق شاسع. في هذه الحالة الجزائر ستكون في ورطة كبيرة مع الإدارة الأمريكية ومع بعض الدول، وفي هذه ستصبح متهمة بإيواء منظمة إرهابية بتسليحها بتمويلها وبكثير من الأمور. هنا تصير أنها الجزائر يضغط عليها، ربما يصل الأمر حتى إلى عقوبات اقتصادية تشن عليها بما يهد اقتصادها وما يضر اقتصادها. لذلك هذه الفترة يجب أن يكون هناك عمل ممنهج حقيقي للقضاء على هذا المخطط. هذا هو المخطط المغربي، وأذكر كلامي يوما ما إذا وصلنا إلى هذا المنعطف، أذكر كلامي جيدا، إن كنت على قيد الحياة سأخبركم أنا به، ولكن إذا غادرت هذه الدنيا كونوا أوفياء فقط وأذكر هذا الأمر، أن هذا هو المخطط. المخطط الآن بين فيه اتفاق مغربي إسرائيلي من أجل إدراج الجناح العسكري أو الجيش الصحراوي في قائمة الإرهاب كمنظمة إرهابية. لذلك هذه الفترة أذكر أيضا جيدا، في هذه الفترة يرتفع حجم الاتهامات إلى البوليزاريو، ستبدأ تظهر ملفات في صحف، خاصة أن الإعلام المدعوم إسرائيليا ولوبيهات إسرائيلية في مؤسسات إعلامية كبرى كبير، أيضا دول الخليج لديها إمبراطوريات إعلامية، ودول الخليج كما تعلمون تدعم المغرب، قطر بحد ذاتها تدعم المغرب، يعني قطر والإمارات اختلفوا في كل شيء، اتفقوا غير في الصحراء الغربي للأسف الشديد. لذلك أنا أقول بأن القضية هذا هو المخطط، وأعتقد بأن الدول هؤلاء ناس الدول العربية إذا مشت في هذا المخطط فهي مخطئة كثيرا كثيرا، فهي تظلم شعب. هذا الشعب عانى الأمرين، عانى من الاستعمار الإسباني وعانى من مسيرة الحسن الثاني والاحتلال المغربي كما يتم توصيفه دوليا. لذلك ما تقول لي أن هذه الشعارات والمغربية في الصحراء المغربية، المغرب يتفاوض مع جبهة البوليزاريو. نعم،
ولو ترجعوا الى الاعلام، وسائل الاعلام المغربيه واش كانت تكتب على جبهه البوليزاريو لما كانت تقاوم في الاحتلال الاسباني؟ كانت تسميه جبهه تحرير الساقيه الحمراء ووادي الذهب. نعم، وهذه كانت احد الصحف في جريده العالم، هي موجوده ومتداوله حتى في الفيسبوك. لذلك اخواني ان الموضوع سريع. الجزائر عندها حدودها مع تونس الله يجيب الخير، حدودها مع المغرب ملتهبة، مع ليبيا ملتهبة، حدودها منطقة الساحل والصحراء تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية، وأيضا فرنسا حيث تنشط بقوة في مالي وفي الدول الإفريقية، وتوجد قواعد عسكرية فرنسية هناك، أيضا ليبيا الآن راهي تحت الوصاية التركية. على قضية الصحراء الغربية الآن جاءت أمريكا على الخط، إذا لم تغير إدارة أوباما عفوا إدارة بايدن توجهاتها، أو أنها ستؤجل توجهاتها أو مسك في المسار هذا اللي وضعه ترامب، أعتقد بأننا سنشهد قاعدة عسكرية أمريكية في الداخل أو في العيون. الإشكالية الأخرى أنه قرينا هناك صفقات تسليح بين المغرب وأمريكا، والآن فيها صفقة راح تمر على الكونغرس تتعلق بطائرات، نوعية من الطائرات الهجومية، هي وهي طائرات بدون طيار. ماذا الآن المغرب راح شن هجومات بأسلحة أمريكية وبقوات أمريكية، وربما تصل حتى يجلب مرتزقة أو شيء من هذا القبيل إلى شن على المناطق التي تصفها البوليزاريو بمناطق محررة ما بعد الجدار الرملي. كيف سيكون الحال؟ الأمور تسير في التعقيد. لذلك أنه أنا لا أقول أن الأمور خطيرة جدا وأنه المغرب حقق انتصار. المغرب لهذه اللحظة حقق انتصار شكلي، كلها شكلية، ولكنها انتصارات دبلوماسية حقت له الدعاية بلا أدنى شك، في حين أنه الجزائر أو الصحراء الغربية أو غيره لم يحققوا شيئا، ما زالوا الآن في مرحلة رد الفعل. المغرب في مرحلة الفعل، والصحراويين والجزائر التي تدعمهم في مرحلة رد الفعل. ولذلك الأمور ما يمكن أنها تبقى دائما في إطار انتصار حققه أشياء ما زالت انتصارات دعائية إعلامية. شفنا أنه هناك سفراء قنصليات تم فتحها في إطار صفقات أجراها المغرب مع هذه الدول الإفريقية فقيرة، هي دول فقيرة ليس لها ثقل، هو أراد منها الدعاية الإعلامية. هذه اللحظة دعاية، ولكن لها تداعيات. أن تأتي قوة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وتعترف بسيادة المغرب أغرب على الصحراء الغربية لأول مرة، هذا راه تحول، تحول. ولا أدري وأؤكد بأنه ستحدث أشياء أخرى قبل رحيل ترامب، ستحدث بعض الأشياء الأخرى الخفيفة. أولا ترامب يريد زرع كما يقولوا مسامر تحت أقدام بايدن، اللي هنا شايفين لهذه اللحظة لم يعترف بالهزيمة، ولهذه اللحظة لم يهنئه، ولهذه اللحظة الأمور مصر على المسار اللي هو فيه، أراد أن يزرع له ألغام. بلا أدنى شك أنه بايدن لما يدخل سيحاول أن يتخلص من كثير من الألغام التي تركها ترامب، ربما راح يكون هذا أحد الألغام التي زرعها ترامب. ولكن في النهاية إذا كان بايدن أنهى هذا القرار وشطبه، ولا لم يطور فيه وخلاه كما هكذا وخلى القضية تأخذ مجراها في الأمم المتحدة وكذا وكذا، ما الذي سيجنيه المغرب؟ المغرب فقط خرج من مرحلة العلاقات السرية مع إسرائيل إلى مرحلة العلاقات العلنية، كانت مرحلة عرفية وصارت مرحلة موثقة عند إدارة ترامب. إذن إخواني الكرام، القضية إذن على الجزائر أن تتحرك دبلوماسي، فهي المستهدف، لأن القضية الجزائر ليست طرف في النزاع الصحراوي، الجزائر تدعم الصحراء الغربية في تقرير مصيرها. لذلك أي قرارات ستتخذ وأي تداعيات تتخذ، لأن الطرف الآخر هي الولايات المتحدة، ستكون لديها أثار وخيمة على الجزائر بلا أدنى شك. لذلك يجب العمل، هناك الاتحاد الإفريقي الذي يعترف بالصحراء الغربية، يجب أن يكون هناك عمل ممنهج من أجل تحريك هذا الملف، تحريك هذا الملف على المستوى الأممي وعلى المستويات والأصعدة. يجب أيضا الدول التي تعترف بالصحراء الغربية يجب أيضا أن تتحرك بصيغة جماعية، تخلق هيكل معين لدعم هذه القضية وما إلى ذلك. المغرب راه في وضع ضعيف، عندما يلجأ
تلجأ دولة عربية مسلمة مثل المغرب إلى التطبيع والتخلي عن قضية فلسطين مقابل اعتراف أمريكي بقضية الصحراء الغربية، هذا راه دليل ضعف وليس دليل قوة. من يؤمن بأن هذه أرضه وأنه هو القوي وهو من يفرض نفسه عليها، هذا لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور التي فيها استصغار من شأن المغربي. ونحن هنا عندما نتكلم عن النظام ولا نتكلم عن الشعب. الشعب المغربي مثل كل الشعوب العربية لها ما لها وعليها ما عليها، ولا نستثني أحد، ولكن دائما لا تجتمع أمتي على ضلالة. الشعب المغربي فيه خير كثير، وأنا زرت من قبل المغرب عدة مرات والتقيت مغاربة وهنا عايشين مع مغاربة كذا كذا كذا، ولكن أيضا مثل ما هو الشأن الجزائري، أنا أتمنيت أنه بدل أن نصل إلى حد أن المغرب يطبع، وما لا أدري ما هي الصفقة الأخرى مع الولايات المتحدة، كنت أتمنى أن هذه المشكلة تحل في إطار اتحاد المغرب العربي، يجلسون مع بعض ويجدون حل. أن يكون حتى إذا كان هذا من البوليزاريو أصروا على كيان لوحدهم، دولة لوحدهم، قادر غدوة تكون دولة وتكون متوحدة مع المغرب ومع الجزائر، يكون ما كان حتى شيء. أنا شايفهم هنا الاتحاد الأوروبي البضائع تتنقل عادي، الأمور كأنهم دولة واحدة، فقط هذه عندها رئيسة والأخرى عندها رئيسة، ولكن على مستوى الممارسة وعلى مستوى العلاقات كأنها دولة واحدة، وحققت الكثير من الفوائد على هذا الأمر. إذا إخواني الكرام، بالمختصر المفيد طولت عليكم اعذروني، أن الجزائر تحتاج في هذه المرحلة أن تكون لها دبلوماسية فعالة وقوية، تحتاج إلى هذه المرحلة. نتمنى أن الرئيس يشفى ويعود لممارسة مهامه، وأنا عندما يعود الرئيس ستسمعون ماذا أقول، سأخصص حلقة كاملة ومداخلة كاملة لكي أحدث الرئيس بما يجب أن يكون. إن استمع إلينا فهذا ما نبغي، وإن لم يستمع إلينا اللهم قد بلغنا فاللهم أشهد. إذن هنا بعض النقاط الخفيفة أردت أن أجيب عليها. أنا قلت لكم في البداية يا جماعة، عندما أنتقد بعض الممارسات، بعض الناس يقول بأنه الجيش خط أحمر. نعم الجيش خط أحمر، الجيش في ثكناته أسراره قيامه بمهامه خط أحمر. أنا ما تمنيت الجيش الوطني الشعبي يصير ما يقومون بها على نشرة التلفزيون، حياة العسكريين ونشاطاتهم تبقى للعسكريين. أنا تمنيت العسكري ما يجيش للسياسة، خلاص العسكري إذا راح للسياسة لا يبقى عسكري ولا يكون سياسي. ونعم أنا وراني ابن المؤسسة العسكرية، وعندما أتحدث أنا أعرفها، أحيانا نبدأ نتحدث عن المؤسسة العسكرية يجيني واحد، أنا أكد لكم بينهم اللي ما عداش حتى السيرفيس ناسيونال، ويجي ويبدأ يحاضر عليا، وأنت أنا راني ابن المؤسسة العسكرية، دخلت المؤسسة العسكرية في وقت كانت الرقاب، كنت في موجود في العسكر في وقت الرقاب تطير، الرقاب تاع الجزائريين تطير وأنا موجود في المؤسسة العسكرية، ولم أخرج ولم أهرب منها كما يدعي البعض بروجه أنور مالك هو بدأ الإرهاب هو هرب. أنا غادرت الجزائر بعد 2000 يا جماعة، غادرت الجزائر في عهد بوتفليقة، بعد الوئام الوطني، بعد المصالحة اللي دارها بوتفليقة في 2005. هذه هي، أنا ابن المؤسسة، نقد المؤسسة العسكرية أنا لا ننتقدها على ما يخص العسكريين، حياتهم ورطبهم وأعمالهم وتوزيع مهامهم، هذه ليس لي حق نتكلم فيها، هذا يخص العسكر، من المفروض نحن كمدنيين ما نعرفوهش. كنا في زمن معين ضباط المخابرات ما نعرفوهمش إلا بعد ما يتقاعدوا ويتم تكريمهم. الآن راه ضابط مخابرات نهار كامل يقول لك راني في السيرفيس، حتى اسم المستعار اللي يخدم به كل البلديات وكل الإدارات يعرفوه. بكري في عهد بومدين وغيره لما كانت المخابرات تلقاه ضابط في المخابرات زوجته ما على بالهاش بلي راهو ضابط مخابرات حتى يحال على التقاعد. نحن راهو قبل ما يجازي في المخابرات يديرها في الفيسبوك، وبعد كي يولي في المخابرات ما كانش يعرفوا حتى الجراد نتاعو وقتها طلع وقتها وين يخدم، ويظل يحكي حتى على خدمته. ما بقاتش الأمور. لذلك نقد المؤسسة العسكرية، المؤسسة العسكرية نحن رانا محللين سياسيين نتكلم في المجال السياسي، كي تجينا المؤسسة العسكرية لحلبة السياسة تتحمل النقد، ننتقدوها ونهاجموها إذا أخطأت في الأمور السياسية.
أنا لا أتكلم عن الأمور العسكرية، أنا عمري جيتكم وقلت لكم المعسكر العسكرية دارت مناورة، من المفروض الصاروخ الفلاني ما تظهروش، هذه أمور تخصهم. أنا نتكلم في جانب السياسة، إذا جاني العسكري إلى ملعب السياسة نشرشحه، إذا ما كانش في المستوى المطلوب، من المفروض ما يجيش. إذن هذه هي الإشكالية إخواني الكرام، هذه الإشكالية. لذلك نقد المؤسسة العسكرية عندما تمارس السياسة ليس جريمة، ونقد الرئيس إذا كانت هناك ممارسات ليست جريمة، ولا نحن من الخوارج. أنا حرت في بعض الأشخاص أهم يسموا في أنفسهم سلفيين يتبعوا تيار معين، كون السياسة ما دخلوهاش خلاص، عمرهم لا كانوا في السياسة، الانتخابات يحرموها ما يروحوش، راحوا في الانتخابات الأخيرة بأوامر معينة باش راحوا لينتخبوا. أنت تقول لي بأن السياسة ترك من السياسة ترك السياسة، وأن السياسة هذه ما يجب أن نتكلم فيها لأنه أولي الأمر، وأنتم يوميا خصصتوا جيوش إلكترونية وصفحات لا تحصى ولا تعد لتهاجموا الناس وأنهم من الخوارج المرتدين من الخوارج، وش معناها؟ أنت وش عندك علاقة بالسياسة؟ أنا أشخاص أعرفهم والله العظيم يا جماعة تعلم الوضوء عنده شهر وبدأ مباشرة يقرأ لي في التيارات والصراعات والخلافات والإخوان وكذا وكذا وكذا، يقرأ في الأشياء هذه الصراعات هذه، واليوم راه ينتقد في محللين سياسيين وسياسيين قضوا عمرهم كلهم في مجال السياسة. إذا كان أنت تقول من السياسة ترك السياسة، خلينا سيدي نحن في بعضنا، وش دخلك نهار كامل أنت حاط صورتي أنور مالك خارجي أنور مالك كذا وكذا وكذا وغيري، مش الأمر يتعلق بي أنا. نحن في مجال السياسة ننتقد بعض، ونقد المؤسسة العسكرية إذا جات الملعب السياسة هي اللي جات. أنا قلناها كم من مرة، أنت رافقت المؤسسة العسكرية في عهد قايد صالح، رافقت المسار إلى غاية انتخابات ديسمبر 2019 عفوا، خلاص أرجعوا. إذا كان تقعدوا عندكم متابعة معينة عن طريق وزارة الدفاع تابعوا في المسار كيفاش يمشي، هذا أهلا وسهلا فقط. ولكن أنه ترجع نهار كامل نشوف نشرة الثامنة الكزر الفلاني سموها على الشهيد فلاني، الجنرال فلاني هو واش يدير، الجنرال فلاني هو واش يدير كذا 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 كذا، ولينا نعرفوا كل الناس، كل تعرف القادة العسكريين تعرفهم حتى وين يسكنوا تعرفهم كل شيء. ما هذا ما هوش أمن قومي أصلا، هذا نوع من العبث. المؤسسة العسكرية ما عندهاش علاقة بالسياسة، وإذا كان هي حبت تمارس السياسة بهذه الطريقة إذن ما تعتبروناش نحن كسياسيين نجيو ننتقدوا المؤسسة العسكرية رانا خلنا وانا نتآمروا، كأني أنا عندما نأتي ونقول هذه الممارسات غلط أو نجيب مجلة الجيش وننتقد افتتاحية مجلة الجيش معناها خلاص راني خلاص راني هزيت بندقية ونتيري على العسكر، وما جاوا يتكلموا في السياسة ننتقدهم. لو ديروا مجلة الجيش يتكلموا غير على أمورهم تخصهم العسكرية، هنا ما عنديش ما نهضر، انتهى الموضوع. لذلك إخواني نقد العسكر عندما يكون في ملعب السياسة ليس جريم، رغم أن الدول المتطورة حتى في أثناء الحروب تلقاهم في التلفزيونات يجيبوا محللين استراتيجيين وينتقدوا العسكر نتاعهم. تروح الأمريكا تلقاهم ينتقدوا قواتهم العسكرية الموجودة في العراق وكذا وكذا ويحللوا ويجيبوا جنرالات ويتناقشوا مع محللين استراتيجيين وصحفيين ويتناقشوا بشدة فيما بينهم في التلفزيون، ولا قالوا أنت سيفيل رك خائن وعمي. نحن فقط في العالم العربي كل من ينتقد النظام راه خائن وكذا وكذا، لأنهم لا يريدون. يا سيدي أنا انتقدت وقلت يجب أن يكون، شوفوا وأنا أقول لكم أجمع لكم بأنه عندما نشوف غير غلط اللي عاد لا يغتفر، اللي الناس كل تشوف فيه غلط ننتقده. كاين أخطاء أخرى نعرفها ولا وما يعرفوهاش كثير من الناس عن المؤسسة العسكرية لا أثيرها أبدا، لأنها أعرفها أنا وصلتني عن طريق زملاء ما زالوا في العسكر وكذا كذا، لا أثيرهم، نقشوها فيما بيننا فقط على الخاص وانتهى الموضوع. لكن حاجة مجلة تجي تنشر افتتاحية تحكي عليها في كل تلفزيونات، نجي أنا نهزك الافتتاحية ننتقدها وليت خائن عميل، هذا كلام فارغ. والله الدول اللي تمشي بهذه الطريقة لا يمكن أن تتطور أبدا، ومن قال لكم رايح تتطور وتتقدم راح يكذب عليك. إذن إخواني الكرام، يعني هذه النقاط فقط اللي أردت أن أقولها بالمختصر المفيد. أتمنى من الدولة الجزائرية أن تكون في مستوى هذا التحدي. الرئيس غائب، أشرحوا للجزائريين الحقيقة، قولوا للجزائريين الحقيقة. إيقا من أشهر
والان الجزائريين طالعين هابطين اسابيع اسبوع، ينطح اسبوع وهم راهو جاي وهكذا، ويبعثوا في الدعايات احيانا هما اللي خرجوا في دعايات عن طريق صفحات او اي فرقه تلفزيونيه سافرت الى المانيا باش تصور الرئيس، لانه قابل سافرت صورت الرئيس بوتفليقه هنا في فرنسا وهكذا، ويخلوا هذا يا سيدي الرئيس كان من نهار الاول عملتوا مع الطريقه بطريقه سليمه راكم مش كنت تحت الضغط، راكم مش كنت تحت الضغط، الان راكم في موقف محرج جدا، رئاسه الجمهوريه ولت بطلت ما عادش تنشر المنشورات لانه يمسحوا بها الارض في التعليقات. تخيل جهه اجنبيه معاديه تروح تفتح رئاسه صفحه رئاسه الجمهوريه وتلقى بوست نشرته رئاسه الجمهوريه فيها 1000 تعليق، 950 تعليق كلها يسبوا في رئاسه الجمهوريه ويسبوا في 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 القائمين عليه، واش راح يقول لك؟ هذه دوله امنها قومي، هذه دوله انها جبهتها الداخليه معززه ومتماسكه. شو على كل حال، هذا اخواني الكرام، ربي يحفظكم جميعا، شكرا على المتابعه، ما الناس هاي ما زالت سهره معنا، ولكن خلاص قلنا ما يكفي يكفي، نسأل الله تعالى لبلادنا الخير، وتأكدوا نزيد نكررها، راهي بلادنا في مرحلة صعبة وتحتاج منا التماسك. وكيف سنتماسك؟ راه مش هو كي عندما نجي انا نتكلم في اراء ناقده ويجي واحد اخر يتكلم في اراء ناقده، راني معناها رانا خلاص خلخلنا هذا التماسك. لا، نحن ننتقد، والدوله لما تشوف الانتقادات مشروعه وبناءه تعملها وتبين، نعم تستمع. افتحوا التلفزيونات هذه يا جماعه، خليتوا الجزائريين ما تلوموش الجزائريين كي يولوا يقبلوا على كل من هب ودب يتابعوه في شبكات التواصل الاجتماعي. انتم والله التلفزيونات نتاعكم حولتوهم الى يتيمه فتحه ويتيمه فتحتين ويتيمه ثلاث فتحات ويتيمه ربع فتحات كما يسموا فيهم مقبل، حولتوهم الى شكون اللي شاهد فيهم التلفزيونات الجزائريه؟ شاهدوا فيهم العجايز يديرها ويخلي كاش ما تشوف حاجه على الجزائر وخلاص، ولكن النخب والمثقفين ما عادوش يتفرجوا على الجزائر. والله كاتب باقي يقول لك نحن من الهاكر سوف نغلق قناتك، يا ابني اغلقها، يعني كي تغلقها القناه انتهت لي، انتهى لي نفتح 10. الإشكالية والله لا إله إلا الله. على كل حال، إذا إخواني الكرام، أنه يجب أن يفتح الإعلام للرأي والرأي الآخر، للجزائريين يناقشوا، لما الجزائري تكسبوا حتى لو يكون النقاش في حدود معينة دائما، أي مكان تلفزيون ما يضعش خطوط حمراء معينة. من قال لك بأنها التلفزيونات تراهي مفتوحة كل شيء راه يكذب عليك؟ هناك نوع من الخطوط الحمراء، ولكن لما تكسب المشاهد تكسب عقله وتكسب وجدانه وتكسب مصداقيته وتكسبه في كثير، غير هنا رايحين نكونوا بإذن الله تعالى في دخلنا مرحلة جديدة فعليا، والشعب يصير مطمئن، لأنه هذاك اللي في المواطن عندما يشوف التلفزيون الناس تتكلم الهموم اللي هي في عمقه هناك من يتبناها ويدافع عليها ويوصلها الى مستويات، راه يولي عنصر بناء وليس عنصر هدم، ولكن العكس عندما يشوف صوته لا يصل، مأساته في كارثه وصوته لا يصل، راه يتحول الى معول الهدم، من حيث يظن الناس انه ما يدير حتى شيء، وهذا هو الخطأ الكبير. من يستخف بالناس راح يجي اليوم يستخفوا به. إذا ما استخفوش به الناس هذول اللي استخفوا بهم، يجوا آخرين ويستخفوا به، وشفنا ما حصل النظام بوتفليقة ويحيى وسلال، وكيف كانوا أباطرة يعني، ويحيى باش يلتقي مع الناس يدفعوا الفلوس باش يشوفوه، الآن وين راه يجيبوه مسلسل في جنازة خوه في ظروف يعلم بها غير ربي. على كل حال إخواني الكرام، هذا ما أردت أن أقوله في هذه الجلسة. الجزائر راهي في قلوبنا، التماسك واليأس راه مضر. نحن عندما ننتقد نقول هذه التحديات راه ماشنا يعني نزرع في اليأس، لازمنا نتفائل ولازمنا نتعاون. التحدي كبير، تحدي صحي، تحديات عسكرية، تحديات أمنية، تحديات اجتماعية، تحديات اقتصادية، كلها تحديات تواجه الجزائر، وهذه التحديات نستطيع أن نهزمها عندما نكون يد واحد سلطة وشعبا. كيف سنكون عندما تكون السلطة تسمع للمواطنين، عندما السلطة تضع الرجال
آل في مكانهم المناسب، تضع مسؤولين في مستوى التحديات، مش تحط لي واحد فقط يحلم باش يكون وزير حتى غدوه يروح يضرب فيها لقب وزير سابق، ابق يدي شهريا تاعو التقاعد تاع وزير ويطلع من ويخرج للخارج ويصبح يفوت في الفضائيات كوزير سابق، هذه كفعاد تدخل له الفلوس. اما حال الجزائريين ما يهمهم، جيبوا الناس اللي تخاف ربي وهمها على هذا الشعب، هم اللي يتولوا المسؤوليات، ويكون هناك سلطة قضائية حقيقية، افتحوا الباب للقضاء، طهروا القضاء من 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 أوباش بوتفليقة، من نجسات بوتفليقة. والنظام راه 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 القضاء، راني عشت في السجن وشفته. عندما نتحدث عن سجون الجزائر، أنا عشت قضية فترة في السجن وشفتها من الداخل. ما هي كما يخيل عندما يجي واحد يتحدث على سجين او يتعرض لكذا وكذا وكذا، يقول لك لا راهي 5 نجوم وما ادريش، يا كذبوا عليكم. انا عندما كاين امور كثير نصدقها وكاين امور لا اصدقها، ولكن عندما من يدعي بان سجوننا راهي 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 5 نجوم وان مستقبلنا رائع وان دولتنا صافيه ما فيها مشاكل، يكذبوا عليكم ويخدركم بهذا الوهم. يجي نهار وتلقوا ارواحكم تدفعون الثمن الغالي جدا جدا جدا. وسيأتي اليوم يا جماعة إن لم نكن يد واحدة ومتمسكين ونرفض هذه الطريقة الدعايات. شي جاي تسبني، أنا راني مواطن بسيط مثلك يا جزائري، أنا كي نجي نتكلم هكذا راني ندافع على بسيط مثلي، لست أنا صاحب قرار. أنت الآن أنت بسيط مثلي جاي تسبني، راني أنا ندافع عليك أمام سلطة ليست منك ولا هي مني، هي تحكم فيك وتحكم فيا. إذا لم نكن نتعاون نحن حتى نفرض على هذه السلطة كي تحقق لنا جميعا ما نريد في بلادنا، وين رايح الروح؟ وين رايح الروح؟ واحد زوالي يسب في واحد زوالي من أجل واحد ماهوش زوالي وولاده ماهوش زواولة، موزعهم يقرأوا في العالم، يخرج منا من الجامعة يلقى خدمة نتاعو في السفارات والقنصليات والخطوط الجوية في دول مختلفة، وهو ولد الزوالي يتخرج من الجامعة تلقاه في عقود ما بعد قبل التشغيل، ولا راه ولا راه داير طابلة تاع دخان يبيع فيها ويروح لدارو، ما يجيب ثمن الانترنت كان بالذراع ويروح لدارو وحط البورتابل انور مالك خامي عامين وخائن ونحن ما عندناش وما يخصناش ونحن نجوع لا نحبوا بلادنا وما نجوعوش فيها، ما لازمش نجوعوا فيها. اللي يقول لك باللي لازمني نجوع باش نبين الوطنيه يكذب عليه. هنا عايشين في فرنسا نشوفوا المواطنين الفرنسيين كيف يحاسبوا في رئيس الجمهوريه، تلقاهم كل شيء متوفر لي، حتى البطاله عنده اجر تاع البطاله وعنده الشوماج وغيره وغيره وغيره، ورغم ذلك ما يسكتش ما يسكتش حتى يحافظ دائما على حقوقه. اذا ما لازمش يجوع الجزائري باش يبين الوطن. جاعوا ابائنا واجدادنا حرروا البلاد، شكرا لهم، اعطونا البلاد حره مستقله نحافظوا عليها، مش لازم نجوع فيها. بلادنا فيها كل الخيرات، بلادنا راهي عندها مليارات تدخل لها من الخزينه العموميه، لو نحسبوا على العائلات الجزائريه نلقوا ان نقدروا نصرفوا على الجزائريين وهم قاعدين في ديارهم ما يغنيهم وما يخليهمش يحتاجوا حاجه واحده. ولكن للاسف للاسف الشديد ايد الخيبات في كل المجالات، ما نقولش بانها السلطه فقط، سلطه من الشعب، الشعب فيه وعليه والسلطه فيها وعليها. واذا كان السلطه والشعب ما يستمعوش الى النخب السياسيه والعلماء والمثقفين والمفكرين، لمن يسمعوا؟ يسمعوا الى سياسيين ما عندهمش حتى السيزيام يجوا يكذبوا عليهم وكذا وكذا، سواء كان سياسي في السلطه يستغلهم بما يريد، واذا جاء هذا السياسي المعارض ايضا يستغلهم كما يريد. ودائما كل مرحله هناك الكثير من الجزائريين يدفعون الثمن. شكرا لكم احبتي الكرام على حسن المتابعه والاصغاء، القاكم في مباشر اخر باذن الله مره اخرى، وان شاء الله نلقاكم في ظروف احسن واطيب وازكى. نشكركم واللي نرجوه منكم نشر هذا المقطع حتى تصل هذه الكلمات التي تنبع من القلب، واتمنى ان تكون قد وصلت إلى قلوبكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.